شوف أول شيء نحن كأس آسيا اللي كانت في الإمارات 96 هذه بطولة عندنا وكنا نتمنى ناخذ البطولة لكن ما الله غدر. هذه بداياتي أنا كحضور جماهيري في هذه في كأس آسيا اللي كانت في الإمارات سنة 96. بعدها يعني أنا مباراة البطولة اللي كانت في أستراليا اللي هي كأس آسيا اللي في أستراليا رحت من يعني قبل مع البطولة في أول مباراة اللي كانت معنا مباراة الإمارات وقطر وكملت لين آخر مباراة اللي هي نحن والعراق اللي طلعنا فيها الثالث. بس المباراة اللي كانت صراحة ما انساها طول حياتي المباراة اللي هي كانت مباراة الإمارات واليابان المباراة اللي صعدنا فيها للمباراة مثلاً إذا فزنا نصعد النهائي. هذه المباراة اللي كانت أول شيء نحن اللعيبة ترى هم يمثلوا الوطن ونحن جماهير إذا نبي المنتخب يوصل أبعد مرحلة في أي مباريات ولا في كأس آسيا ولا لازم نكون خلف المنتخب. شوف هذه البطولة بدون توقع وأنا من حاليا بقول لك إياها جمهور منتخب الإمارات في البطولات يكون متواجد بقوة. شوف دولة الإمارات معروفة بكرمها معروفة بالأمن معروفة بكل شيء. دولة الإمارات أي منتخب جاي هني يعتبر أنه في داره وفي وطنه ويا مرحبا بالجميع. ترى هذه كورة في النهاية صح فيها التنافس لكن نحن مقدرين أي منتخب يجي عندنا ويا مرحبا بهم في دار زايد ومرحبا بالجميع.